أرأيت يا ولدي، هذه بلادي، يعجز في وصفها الخيال من الجمال، وإن قال فيها من قال، تبقى بلادي عصية صعبة المنال. ولكن لم أجد جوابا لسؤال، أين سنحط الرحال؟ في بلاد فيها ابن عم وابن خال، جمالها منثور على سهولها والجبال. لابد أنها أرض الشمال. نظمت عمادة شؤون الطلاب الحفلة الختامية للأنشطة الطلابية بجامعة الملك فيصل تحت رعاية معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي. وقد اشتمل برنامج الحفل على عدد من الفقرات، أبرزها العرض المرئي حول إنجازات عمادة شؤون الطلاب خلال السنة الدراسية 1439-1440 هجرية، وكلمة الطلاب، وعرضاً لأوبريت إنشادي يحكي الفولكلور الوطني الشعبي لكل منطقة من مناطق المملكة، وتأدية العرضة السعودية في نهاية الأوبريت. وفي ختام الحفل قام معالي مدير الجامعة وأصحاب السعادة وكلاء الجامعة بتكريم الطلاب والطالبات المتميزين في الأنشطة الطلابية والمسابقات الطلابية المتعددة التي نفذتها العمادة خلال العام الجامعي، كما تم تكريم العمادات والإدارات والكليات المتعاونة مع العمادة في هذا العام الجامعي.